القضية. القضية. القضية اليوم تهم منشأة تربوية تابعة لوزارة التربية، عملت برشا جدل واحتجاجات من الأولياء السنوات الماضية. الاختلافات كانت حول طريقة التسيير، عدد التلامذة في كل قسم، الدخول للمدرسة هذه المفروض يمر عبر مناظرة وشروط معينة. ما نعرفوش إلى أي مدى كانت فما مطابقة، ولكن الأولياء عملوا احتجاجات مختلفة. حنين بربيع قامت بمهمة صحفية باش تحكي لنا على المدرسة هذه وكل الظروف المحيطة بها، باش تسمعنا زادة شهادات محينة للأولياء. حنين مرحبا. مرحبا صباح النور، مرحبا بكل الناس يسمعوا فينا. قبل العطلة نحكيوا على مدرسة تونس الدولية، لأنه نأملوا أنه كي يبدأ العام الدراسي الجديد تكون الظروف مختلفة حتى في تصريحات الأولياء والناس المعنيين بخدمات المدرسة هذه. أول حاجة، شنو هو مدرسة تونس الدولية؟ علاش اسمها دولية؟ كيف فاش هي دولية وتابعة وزارة التربية؟ فسر لنا. مدرسة تونس الدولية تأسست عام 1999 بمقتضى اتفاقية دولية بين تونس وفرنسا. هي تجمع بين الشخصية القانونية التونسية والبرنامج البيداغوجي الدولي. هي مؤسسة تربوية عمومية تحت إشراف وزارة التربية. المدرسة الابتدائية والإعدادية في شارع صدر بعل في حدائق قرطاج، والمعهد الثانوي مش بعيد في نفس المنطقة تقريبا بعد كيلومتر. دونك ابتدائي وإعدادي ثانوي. نعم، تشمل ثلاثة مؤسسات، ثلاثة مستويات دراسية. مدرسة تونس الدولية لويتي تقري المناهج والبرامج التعليمية الفرنسية من التحضيري للبريباراتوار حتىش للبكالوريا، واللي يقرأ فيها يتحصل على بكالوريا فرنسية. هذيك علاش فما عليها برشا إقبال، خاطر السنوات الأخيرة التونسي يحب ولده ياخذ باك فرنسي باش تسهل له إنه يقرأ البرا. بالضبط هذا هو. هي مخصصة فقط لتدريس غير الناطقين باللغة العربية، وهنا قلب اللبس، قلب الرحى. جات أعوام دراسية، المدرسة استقبلت تلامذة من 30 و40 جنسية، وهي من المدارس المهمة بالنسبة لوزارة التربية، لأنه كل 5 سنوات تصير عملية تفقد تتحصل بعدها على شهادة اعتماد تأكد مدى التزامها بجودة التعليم بالضوابط بالقانون وجودة التعليم فيها. دونك كل 5 سنوات تتحصل على شهادة اعتماد بمقتضى الاتفاقية اللي صايرة منذ تأسيسها. نعم. شكون عنده الحق يقرأ في اليوتي؟ أي أهم سؤال. أهم سؤال. نعم. الفصل الثالث من قانون المدرسة يأكد أنه يسجل بها التلاميذ اللي قرأوا على الأقل عامين في مدارس أجنبية، وهما أبناء الدبلوماسيين المقيمين في تونس، السفراء والقناصلة. أي تلقاها أولاد وقراوا البرة وبعد دخل هو تعين في تونس، دونك هذوما أوتوماتيكمو يدخلوا المدرسة تونس الدولية. بالضبط. نعم. وأبناء التوانسة اللي كانوا في الخارج رجعوا للإقامة والعيش في تونس، وتتعمل مناظرة قبول اللي ينجح يدخل يقرأ في المدرسة تونس الدولية. في الفصل الثالث هذا هو يقول القايل، إذا كان التلميذ كان يقرأ البرة وما يعرفش يقرأ بالعربي، علاش يمر عبر المناظرة؟ لأنه يعملوا لهم امتحانات في اللغة باش يشوفوا هل فعلا الصغير هذايا ما كانش يقرأ في مدرسة تونسية وكان يقرأ في مدرسة أجنبية وما يعرفش اللغة العربية. هي المناظرة في حد ذاتها كيفاش تتعمل وشكون يعملها وشنية اللي يختبروا فيها التلامذة باش تكون محور شهادات. نعم. اللي حاضرين معنا. نعم. قلت لك في الفصل الثالث يقول هذا اللي يحجر على غير اللي فيهم الشروط أنهم يدخلوا المدرسة الدولية يسمح بقبول عدد من التلامذة التوانسة المولودين في تونس، أولاد التوانسة العايشين في تونس القاريين في تونس في مدرسة، ينجم يكون قاري في مدرسة عمومية قبل ما يدخل لها بعد موافقة وزير التربية. هك القانون يقول هك. هك يقول وزير التربية عنده الحق يأشر لأبناء. يعني الامتياز هذي موجود من اللي تعمل قانون مدرسة تونس الدولية ولا تحين في ظرفية سياسية موجود معينة؟ وأكدتهن حتى مديرة المدرسة الجديدة اللي كان لنا لقاء خاطف معاها أنه وزير التربية يبعث لنا وإحنا نقبله. دونك حتى إذا كان صار التجاوزات اللي حكاوا عليها الأولياء في إطار هالنقطة هذية، أنه هي صحيح للأجانب صحيح للتوانسة اللي قارين البرة، ولكن إذا كان عندك الإذن متاع وزارة التربية تنجم حتى كان أنت تونسي تقري أولادك في مدرسة تونس الدولية. وهذا اللي حل. نعم. الباب
الباب يظهر لي البرشة الاختلافات والإشكاليات اللي صارت. أنا نحب نسأل على الكلفة، علاش هالاهتمام هذا الكل بمدرسة تونس الدولية؟ علاش الناس الكل تعتبرها وجهة آمنة لصغارهم؟ هل أنه بسبب بكالوريا الفرنسية وإلا بسبب الكلفة متاع المدرسة هذه؟ بسبب أنه يتحصل على بكالوريا فرنسية وينجم يخرج يقرأ البرة، وبسبب أيضا أنه الكلفة متاعها أرخص حتى من برشة مدارس خاصة في تونس اللي صاير عليها برشة إقبال في السنوات الأخيرة. تلميذ الابتدائي يخلص سنويا 640 دينار اي في العام في التريمستر سنويا في المدرسه الدوليه اللي هما في الخاص يخلصوا بالتريمستر، يخلص 640 دينار لكل تلميذ في الابتدائي. نعم. سنويا باعدادي 850 وثانوي 1,200,000. وفما نقطه زايده في علاقه تعتبر اسعار يعني قريبه من التعليم المجاني ومغرية جدا. وتخلي برشا ناس تطمح أنه تسجل أولادها غادي باش تقرأ بالمناهج التعليمية الفرنسية وتتحصل على البكالوريا الفرنسية، وهكذا يستهل عليها تخرج تقرأ البر حتى كان ما عندهمش الحق، ما فيهمش المواصفات، وهذا اللي عمل الاحتجاجات، هذا اللي عمل برشا قيل وقال. أيضا فما نقطة أخرى ليليا، نقطة أبناء الإطار التربوي اللي قري غادي صحيح. العامل في المدرسة معفيين أصلا من المعاليم اللي باش يخلصوها، هذوما هالمعاليم الزهيده هذه هما اصلا معفيين منها تحت اي شروط، فماش رقابه. دونك هذوما بعض النقاط اللي جايين فيهم برشا جدل، واللي هو موضوع الامتياز للاساتذه اللي قريوا في المدرسه جديد القرار، الاطار التربوي ماهوش قديم. نعم نعم نعم. والاداريين عددهم قرابه 220 اطار. باش تفهم انت باش تكون عندك صوره عندك من تلميذ تقريبا. نرجع للكلفة، وهبي أعمل عملية حسابية صغيرة يقول لك يطلع صغير 62 دينار في الشهر، معناها أكيد برشا ناس يساعدها أنها تقري في مدرسة تونس الدولية، هذاك علاش صارت الإشكاليات هذية. نسمعوا ولية الأولى حنين. باش نعم. نسمعوا ليليانا، هي أم هي أوكرانية مقيمة في تونس، متزوجة بتونسي، عندها ولدها تقبل، ولدها الكبير قرأ في مدرسة تونس الدولية عادي في سنة 2012، ومهم ذكر السنوات بعد الحرب الأوكرانية، بناتها الزوز ما تمش قبولهم على أساس أنهم ما نجحوش في المناظرة. وباش تحكينا هي على المناظرة كيفاش صارت وشنية حيثياتها. كما قلنا هي أوكرانية، زوجها تونسي، أولادها عندهم الجنسية الأوكرانية، وحاليا نعم. يقرأوا في مدرسة خاصة. نعم، خلينا نسمع شهادتها. القضية. أنا جبرش ليليانا، أوكرانية، أولادي طوى بنتي كبيرة 9 سنين وثمانية سنين وسطنية، وصغيرونا بالكل 4 سنين. الحكاية عندها كي بدأت الحرب في أوكرانيا، كاني نحن بين أوكرانيا وبين تونس، دوك صغار براتيكمون ما قراوش، قدم أوراق وهزيت حتى الوزارة وقالوا باش يعملوا تيست دو نيفو. عملوا لهم تيست دو نيفو، الإدارة مسكرة، لي بارون برا 3 سوايع وهم صغار داخل يتبكاو. أما في الآخر خسيلوا يسألوا، قال بنتي سلوا واحدة معاهم بنية من أمريكا، قالوا لها وانتي سير كنت في أمريكا، بنية جبت التليفون توريهم في الصور، ولا قالوا انتم بالحق كنتوا في أوكرانيا وترا حكينا بالأوكراني. أكهو المديرة قالت ماني قلت لك لي سي لي، معناها قلت لها مشيت للوزارة والوزير وقبلت وقدمت الأوراق الكل، قلت لك لي سي لي أكهو، ما تعديوش تزدني ويسلوا فيهم الدب الشيكل. أنا طول كبير نسلوا الدب الشيكل ما يجاوبنيش، مش تحب انت صغير يجاوب بالفرنسي دب الشيكل، وقتها هما مواطنين أوكرانيين وبوهم تونسي، دونك عايشين بين أوكرانيا وتونس، منين باش يعرفوا هما فرونسي؟ أخوهم كولدي كبير قرا في كول انترناسيونال، أنا ولدي ما لقيتش فيه حتى صعوبة، قلت لهم مواطن اترونجير كيدوهولي نخلصها لي كوم اترونجير في مدرسة دولية عام 2012-2013. أما بنيتي قالوا ما تعديوش التاس دو نيفو عام 21، توا هما في مدرسة خاصة معناها. هاي السنة كنا باش نعاودوا نمشيو نحاولوا، خاطر أبارامون كانت مشكلة نتاع مديرة هي اللي تحكم باش تتقبل صغير ولا ما يتقبلش، خاطر انا نعرف برشا توانسه ما عندهم حتى رابط بالبر، لا ابوهم ترونجير ولا امهم كانت برا، وهيك اولادهم يقراوا غادي. دونك توا كي مديره تنحات ربما باش تولي خير، باش نخول، خاطر انا انترطون بنتي صغيره 4 سنين، باش نشوف مع بارتير من وقتاش يقبلوا.
القضية. هذه واحدة من شهادات الأمهات، هذه أم أوكرانية ما تمكنتش ما نجحتش أنها تسجل بناتها في مدرسة تونس الدولية رغم اللي المفروض عندهم الحق. تقول في اختبار اللغة الأوكرانية ما نجحوش بنات عمرهم 5 و6 سنوات وقت اللي جات تسجلهم. برشا تجاوزات يحكيوا عليها حنين، فما شكون قال حتى قدم شهادات في وقت سابق اللي فما أولاد سياسيين، فما أولاد مديرين موجودين. تقول السيدة أنه كراها بالوزارات ماشية جاية توصل في أولادهم والمفروض ما عندهمش الحق في الامتياز هذية. هذه من الشهادات المتكررة أيضا. نعم، أبناء نافذين في الدولة، نعم. أبناء مديرين عامين في مؤسسات كبيرة، في وزارات، نقابيين، سياسيين، إعلاميين، رياضيين، فنانين، كلهم اللي المفروض الشروط ما تنطبقش عليهم. الشرط الأساسي نذكر به أنك تكون مقيم في الخارج، ولادك قراوا ما لا يقل عن عامين، وهذا لقيناه حتى كمشينا للمدرسة لقيناه في أول ورقة اللي فيها شروط التسجيل بالنسبة للسنة الجديدة. المناظرة شروط التسجيل للسنوات الأخيرة، حديث على برشا شهبهات وعدم احترام للقانون، تمثلت في قبول عدد كبير ليليا بدرجة أنه تضاعف فوق طاقة المدرسة ولا مشكل، والمدرسة ولات تلوج على حل في إلحاق مبنى جديد أو حل، لأنه من 300 في 2015 300 تلميذ ل 470 في 2016 ل 700 في 2017 من بعد سنة الكل ابتدائي وثانوي الكل، نعم، كل المستويات، نعم. بعدها اضافت للوصول إلى 1400 تلميذ 2018 و2019 واليوم 1800 تلميذ في المدرسة، مدرسة تونس الدولية. العدد قد نعطيهم لك بالنسبة للسنة، نعم. الدراسية السنة المديرة الجديدة اللي قابلناها مدام سامية لندولسي نشكرها، حكيت معنا في أوف، رفضت التسجيل، إن شاء الله ربما تكون في حق الرد معنا في المباشر. أعطتنا الأرقام 2023-2024 دوما اللي صلعوا نهار 31 ماي 1755 بالضبط، في الليسي 551، في الكوليج 745، في البريمير 455، اللي هو في 2015 نذكرك مستويات الثلاث 300. دونك تضاعف العدد، هل أنه التضاعف هذية قانوني وطبيعي وإلا فما إشكاليات في علاقة بالمنتج تسبين مدرسة تونس الدولية؟ كما تقول الشهادات مش الأم الأوكرانية فقط، فما سيدة تونسية مقيمة في أمريكا عندها شهادة في نفس السياق نسمعوها. القضية. احنا كنا البرة، انا كنت في أمريكا، وكيف رجعنا أولادي قبلوهم معناها بالتست والكل، قبلوهم مولودين في أمريكا عندهم باسبور تونسي، دخلتهم إنهم توينسا، إنهم توينسا ولاد مقيمين البرة. ولدي كي دخلت عمره في سي بي ولا عمل التحضيري برا وعمل التيست ودخل. البنية كانت وقتها كريزيم تروازيام وكملت الباك، خذت الباك متاعها، بدأوا قرايتهم البرة وجاءوا كملوا لهنا. شروط المدرسة الدولية إنهم يكونوا ولاد مقيمين البرة، وإلا ولاد سفراء، وإلا ولاد أجانب هكيك اللي ما يحسنوش اللغة العربية ما نجموش يدخلوا في نظام التعليم التونسي. عرفت حالة اللي ما نجمش يدخل بنته اللي هو أجنبي مقيم في تونس، حصل على الإقامة في تونس، سويسري من سويسرا، جاء على أساس في حاجة قطاع الفلاحي اللي تريكروتي باغ اون سوسيتي تونسيان، وكيف جاء يدخل في بنته بحكم ما تعرفش العربية، ما تعرفهاش أصلا العربية، في المدرسة الدولية وإمكانياته ما تسمحش باش تكون في البخيفي، دونك رفضوها. عرفتك بنته قاعدة في الدار تستنى، ما هيش تقرأ، ما هيش تعمل في حد شيء، وبشيء قدم حتى في الوزارة، وبعد هو تفقى لكونديشن هكيتا صعب باش يدخلها والكل، عاود رجع لسويسرا. دونك عزت عليه بنت ولا روحت لسويسرا. وأحنا عانينا في حاجة، تعرف شنوها؟ أنت كيبدا صغيرك ما يعرفش عربية ويدخل معاه صغار قريب عربية جايين من لتاتيك أو جايين من مدارس تونسية خاصة بالكتاب بالوساطة بالله أعلم، راهو صغيرك ما يلقاش روحه في العربية. معناه هو يبدأ في كلاس انترميديير في العربية ويقرأ معه واحد جاي من لتاتيك يحسن العربية، يولي أنت تعاني في السانك والسيس في اللغات وهو في الفان، دونك ما عادش إن كلاس انترميديير.
انت صغيرك ما يتقنش العربية وجاي تخل فم على اساس ما يحسنش العربية والماتيير كلها الماتيير كلها فرنسي وعنده الانجلي واللغة الثالثة الاجنبية اسبانيول ولا المان ولا حاجة يقراوا عربية باش يحطوهم في نيفو انه اموا يتكلم يقرا العربية ساعتين بارسومان سبا حاجة كبيرة مي اموا انه باش يكون متأقلم في لاسوسيتي تونيزيان. انت صغيرك جبته من برا اللي في نيفو بصيف يحكي يلقى روحه دخلوا معاه ناس تقرا جايه من ليتاتيك بالوساطه والا بتاشير توزير ولا جو سي با كوا يجلجل بالعربي معناها يبداو توانسه ولاد توانسه مقيمين في تونس ما تنطبقش عليهم شروط المدرسه الدوليه ويقرا مع صغيرك اللي هو جاي من برا اللي هو ولد مقيم البرة وروحت بيه باش يتأقلم في بلاده يلقى روحه مع واحد جيميل تاتيك ولد تونسي مقيم في تونس وعمره لقرى البرة ألو تولي ديكلاج في النوت حاجة كبيرة يس. احنا دوبا دخلنا الحقيقة وقت اللي في السبي القسم تفرهد هذا من الكتارج القسم كان متفرهد بالكده الحق من بعد كل عام يزيد وزيد فهمت كل عام ضغط كل عام ناس جديدة ولا القسم ينس حتى 30-33 فصلنا إلى حد الآن فصلنا يعني ولد سياسيين ولد فصلنا الحقيقة. القضية هذه شهادة أخرى بخصوص وضعية مدرسة تونس الدولية. نحكيه على مدرسة عمومية تونسية صحيح فما اتفاق مع الدولة الفرنسية ولكن هذه مدرسة عمومية تونسية بميزانية مهمة حنان بوربيع 2 مليارات. نعم ميزانية المدرسة ليتي مدرسة تونس الدولية 2 مليارات اهتمام كبير بها ومستوى مهم جدا تعليمي بالنسبة للي يقرأوا فيها وشهادة يعني من المدارس المحظوظة موجودة في منطقة راقية ميزانيتها 2 مليارات ما تشبهش البرشة مدارس في تونس وفي جميلة برشة تونس محليها مزيانة اللي ينقصها الحد الأساسي وإحنا نحب ندافعوا على تكافؤ الفرص وبه تكون فما ميزانية كبيرة المؤسسة التربوية نفرحوا به ولكن تكون في إطار إنها تدعم البرامج التربوية وتمارس مهامها كما يضبطها القانون. على كل آخر معطى اليوم باش نقفوا عنده هو قرار وزيرة التربية سلوى العباسي نهار 4 جوان تعيين مديرة جديدة للمدرسة هذية حبيناها تكون حاضرة معنا ولكن طبيعي إنها ما زالت تشوف في ملفاتها وتقول زادة قالت لك في تصريح خاص إن هي حتى برنامج إصلاح لمدرسة تونس الدولية. نعم مشينا احنا المدرسة وقابلناها كان وقتها المدرسة فارغة لأنه العام الدراسي وفيه 31 مايو نهارتها كان فما مناظرة الباك للمترشحين الفرديين اللي تتواصل 22 جوان. المديرة الجديدة سامية لندلسي قالت أنها باش تحرص على تنظيم المدرسة كما يقتضيه القانون. سألتها أنا بالنسبة للتلامذة التوانسة اللي ما تتوفرش فيهم الشروط واللي موجودين حاليا ويزاولوا في تدريسهم في المدرسة كيفاش باش يكون التعامل معهم في جديد؟ قالت حرفيا ما نلعبوش بمستقبلهم وباش يواصلوا دراستهم في السنة الجديدة سنحرص على تطبيق القانون خاصة أنه في 2025 مطالبة مدرسة تونس الدولية بالحصول على شهادة الاعتماد لومولوغاسيون بعد عملية تفقد باش تصير الكل برامجها وأنشطتها. نعم اللي هي تصير دونك العهدة اليوم عند وزارة التربية والإدارة الجديدة لمدرسة تونس الدولية. شكرا لك حنان بوربيع على هذا التحقيق الصحفي مهمة في مدرسة تونس الدولية. راجعين بعد شوية لفقرتنا الأخيرة في قضية رأي عام. يا قمر لو فتن منك